السلام عليكم طلاب الفرقة الأولى شعبة أعمال دولية. هنكمل مع بعض النهاردة المحاضرة الرابعة من مادة مبادئ الاقتصاد. هنتكلم في المحاضرة دي عن مرونة العرض وتوازن السوق. أولا تعريف العرض. العرض هو الجانب الآخر للسوق. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الطلب وكان جانب من جوانب السوق. النهاردة الجانب التاني اللي هو العرض هو الجانب الآخر للسوق، هو دراسة سلوك البائعين عن طريق الكمية المعروضة من السلع أو الخدمة خلال فترة زمنية معينة. يعني العرض هو اللي بيدرس سلوك البائعين عن طريق من خلال إيه؟ من خلال الكمية المعروضة من السلعة خلال فترة زمنية معينة. قانون العرض بينص على إيه؟ بينص على إنه مع ثبات العوامل الأخرى فإن الكمية المعروضة من السلعة ترتفع عندما يرتفع سعر السلعة وتنخفض مع انخفاض السعر. بيقول ان العوامل الاخرى اللي هي الدخل واذواق المستهلكين وعوامل كتيره جدا بتتحكم في الكميه المعروضه ولكن او في السوق، ولكن احنا بنقول العوامل دي ثابته مش هتاثر على الكميه المعروضه. فمع ثبات العوامل الاخرى دي فان الكميه المعروضه من السلعه ترتفع عندما ايه؟ عندما يرتفع سعر السلعه. كل ما سعر السلعه زاد كل ما الكميه المعروضه منها زاد، وكمان العكس بتنخفض مع انخفاض السعر. بعد كده هنتكلم على جدول العرض ومنحنى العرض. جدول العرض بيتكلم عندي او بيوضح عندي السعر والكمية المعروضة، وبنعبر عن الجدول ده بالمنحنى العرض. لو جينا نبص على الجدول هنلاقي كل ما السعر بيزيد كل ما الكمية المعروضة عندي بتزيد. السعر تدرج من 0 لحد 3، وبعد كده الكمية المعروضة برضو تدرجت او زادت من 0 لحد 5. وبعد كده بنشوف على منحنى العرض او على الرسمة عندنا على المحور الافقي الكمية المعروضة وعلى المحور الرأسي السعر، ومثلنا الجدول ده على المحورين وبعد كده رسمنا منحنى العرض، وطبعا ده هنوضحه بشكل اوضح في المحاضرة في المدرج. بعد كده هنتكلم على مرونة العرض. احنا قبل كده اتكلمنا على مرونة الطلب وقلنا ان احنا عندنا 5 حالات لمرونة الطلب، وبرضو عندنا 5 حالات لمرونة العرض. مرونة العرض هي الأول هي درجة استجابة الكمية المعروضة من سلعة ما بالتغير نتيجة لتغيرات ثمن هذه السلعة، وذلك خلال فترة زمنية معينة مع ثوابت العوامل الأخرى. يعني الكمية المعروضة بتتأثر بالتغير في ثمن هذه السلع، يا إما بالزيادة يا إما بالنقص أو بتبقى مساوية لها. ودي حالات المرونة هنتعرف عليها دلوقتي. أول حاجة مثلا عرض متكافئ المرونة. العرض المتكافئ المرونة دي عندي المرونة بتساوي الواحد الصحيح، وبالتالي يبقى أي زيادة في السعر بيؤثر في الكمية المعروضة ولكن بنفس الكمية أو بنفس النسبة. يعني لو السعر زاد عندي بنسبة معينة يبقى الكمية المعروضة هتزيد عندي بنفس النسبة، وبالتالي ده متكافئ المرونة. يعني المرونة بتساوي الواحد الصحيح. هنيجي بعد كده على عرض غير مرن او عرض قليل المرونة. قليل المرونة يعني ايه؟ يعني اي تغير في ثمن السلعة او في سعر السلعة بيقابله تغير في الكمية المعروضة ولكن بصورة اقل. قليل المرونة يعني ايه؟ يعني التغير اللي حصل في سعر السلعة يقابله تغير في الكمية المعروضة ولكن بصورة اقل من التغير اللي حصل في السعر. الحالة الثالثة عرض مرن او كثير المرونة. العرض ده او مرونة العرض ده بيكون اكبر من واحد الصحيح، وده معناه ان اي تغير حصل في السعر او يحدث في السعر بيقابله تغير في الكمية المعروضة ولكن بصورة اكبر من التغير اللي حصل فين في السعر، وبالتالي ده بيكون عرض كثير المرونة او عرض مرن، وبتكون المرونة اكبر من الواحد الصحيح. عندنا حالتين تانيين اللي هو عرض لا نهائي المرونة وعرض عديم المرونة. عرض لا نهائي المرونة يعني ايه؟ يعني المرونة عندي او مرونة العرض بتساوي ما لا نهاية، وده معناه ان اي تغير يحدث في السعر يقابله تغير في الكمية المعروضة ولكن الى بدون درجة او الى ما لا نهاية نتيجة التغير اللي حصل في السعر. عرض عديم المرونة ان اي تغير يحدث في السعر عندي العرض ثابت مش بيتغير، وبالتالي لا يتأثر العرض عديم المرونة بالتغير الذي يحدث في السعر. وبكده احنا عندنا 5 حالات لمرونة العرض زي 5 حالات مرونة الطلب، اللي هو متكافئ المرونة، كثير المرونة، قليل المرونة، لا نهائي المرونة، وعديم المرونة.
هنيجي بعد كده نتكلم عن نقطة مهمة أوي اللي هي توازن السوق. احنا قلنا ان العرض والطلب هما الجانبين اللي بيشكلوا شكل السوق، العرض من جانب البائعين والطلب من جانب المشتري. طيب احنا اتكلمنا عن الطلب لوحده واتكلمنا عن العرض لوحده، ازاي بيتحقق التوازن؟ التوازن بيكون في، او وضع التوازن ده بيكون في سعر السوق وسط مستوى التوازن اللي هو ايه، اللي بتتساوى عنده الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة. يبقى التوازن هو وضع يكون فيه سعر السوق قد وصل الى مستوى الذي عنده تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة. لما اقول ان السوق ده متوازن يعني حصل فيه توازن عند سعر معين، السعر ده تحدد امتى؟ عند تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة. طب ايه هو سعر التوازن؟ سعر التوازن هو السعر الذي يحقق التوازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. السعر اللي بيتحقق عنده التوازن هو ده اسمه سعر التوازن. السعر الذي يحقق التوازن بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة ده اسمه سعر التوازن. طب ايه هي كمية التوازن؟ هي الكمية المعروضة والكمية المطلوبة عند سعر التوازن. لما بحقق سعر معين للتوازن او بسميه سعر التوازن اللي تساوى فيه الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، باجي اقول ان الكمية دي هي كمية التوازن، وهي برضو تساوي الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة بس عند ايه؟ عند سعر التوازن. طبعا في رسمة بتوضح ده. احنا عندنا هنا منحنى العرض ومنحنى الطلب. عند التقاء منحنى الطلب ومنحنى العرض عند نقطة B اللي هو السعر، وعند النقطة Q دي اللي هي الكمية. النقطة دي بسميها نقطة التوازن اللي هي تساوى فيها الطلب مع العرض، وتساوى فيها السعر، وتساوت فيها الكمية. يبقى منحنى التوازن بيوضح لي تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة عند سعر معين بسميه سعر التوازن، وعند كمية معينة بسميها كمية التوازن. وده شكل المنحنى. لازم ناخد أمثلة رياضية على الكلام ده ونشوف ازاي بيتحقق التوازن، ومن خلال المعادلات دي نقدر نطلع أرقام. الأرقام دي لازم تطلع مثلا متساوية في الكمية، وان اول مثلا سعر او السعر اللي بيطلع لنا ده بيكون هو سعر التوازن، وان بعد كده لما باجي اعوض عن سعر التوازن في الكمية المطلوبة والكمية المعروضة بلاقي ان الاتنين متساويين، وده معناه ان المسألة بتاعتي صحيحة، وان انا عندي كده حصل توازن في ايه، في السوق ده. عندنا مثال. المثال الاول بيقول كيو دي اللي هي الكمية المطلوبة بتساوي 700 ناقص 3 بي، وكيو اس اللي هي الكمية المعروضة بتساوي سالب 300 زائد 2 بي. طيب عايزين نحل المثال ده. احنا بنقول هو عايز من المثال ده ايه؟ من خلال المعادلات السابقة اوجد سعر وكمية التوازن. عايز سعر وكمية التوازن. طبعا احنا عشان نقول في توازن في السوق بنقول تساوي الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة اللي هي كيو دي بتساوي كيو اس. وبالتالي بعد ما كتبنا القانون بتاعنا اللي هو بيتكلم او بيوضح التوازن اللي هو تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، يبقى هنعوض عن الكمية المطلوبة والكمية المعروضة. بعد ما قلنا كيو دي بتساوي كيو اس، هتقول 700 ناقص 3 بي بتساوي سالب 300 زائد 2 بي. طبعا هنجيب الارقام في ناحية والحروف في ناحية. عندنا 700 تفضل في مكانها زي ما هي، وسالب 300 هتروح الناحية التانية، وبالتالي طالما نقلت رقم من مكان لمكان الاشارة بتاعته بتتغير. سالب 300 دي كانت اشارتها موجب، يبقى هتروح الناحية التانية كانت اشارتها سالب، يبقى هتروح الناحية التانية بموجب. تبقى 700 زائد 300 بتساوي 3 بي كانت اشارتها سالب، هتروح الناحية التانية بموجب، زائد 2 بي زي ما هي في مكانها. يبقى 700 زائد 300 بيساوي 1000 بيساوي 5 بي. كده عشان نجيب البي اللي هو السعر، يبقى هنجيب نقول 1000 على 5 بتساوي 200، يبقى سعر التوازن عندي بيساوي 200. طيب عايزين نجيب كمية التوازن. المفروض كمية التوازن لما نعوض عن بي في كيو دي ونعوض عن بي في كيو اس الاثنين يطلعوا متساويين. لما بقول كيو دي بتساوي 700 ناقص 3 بي، يبقى هشيل البي واحط مكانها 200 اللي هو سعر التوازن. يبقى كيو دي بتساوي 700 ناقص 3 في 200 هتساوي 100. دي كمية التوازن. لما اجي اعوض في كيو اس هتبقى سالب 300 زائد 2 بي بتساوي
سالب 300 زائد 2 في 200 بتساوي 100 برضو. يبقى انا كده اتضح عندي ان المسألة بتاعتي صح، وان كمية التوازن بتساوي 100، وان سعر التوازن بيساوي 200. نشوف مثال تاني. كيو دي بتساوي 60 ناقص 4 بي، وكيو اس بتساوي 6 بي ناقص 40. طبعا عايز اوجد سعر وكمية التوازن. هنعوض طبعا، نحط المعادلة بتاعتنا اللي هي كيو دي بتساوي كيو اس، وهنحط المعادلتين بيساوي بعض، يبقى 60 ناقص 4 بي بتساوي 6 بي ناقص 40. هنجيب برضو الارقام في ناحية والحروف في ناحية، يبقى 60 زائد 40 بتساوي 6 بي زائد 4 بي هتساوي 100. المية هتساوي 10 بي، يبقى البي هتساوي كام؟ 100 على 10 هتساوي كام؟ 10. يبقى انا عندي هنا سعر التوازن بيساوي 10. اخد بعد كده سعر التوازن ده وعوض في المعادلتين بتوعي. كيو دي بتساوي 60 زائد ناقص 4 بي، يبقى هتساوي 60 ناقص 4 في 10 هتساوي 20. وكيو اس بتساوي 6 بي ناقص 40، يعني 6 في 10 ناقص 40 هتساوي 20. وبكده انا كده مسألتي صح، وبكده انا قدرت اجيب سعر التوازن اللي هو 10، وكمية التوازن اللي هي 20. وبكده نكون خلصنا الفصل الثالث من كتاب مبادئ الاقتصاد، وان شاء الله نكمل مع بعض الفصل الرابع في المحاضرة الجاية بأمر الله يا رب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.